في ظل تفشي وباء كورونا، قامت جمعية الجنائز والأعمال الخيرية بمبادرة جمع التبرعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية التي تلقينا منها كل التسهيلات، وقدمت العملية مدة 4 أيام وشملت جميع مناطق مدينة صدراتة، والحمد لله لاقت تجاوب واستحسان من جميع الأطياف، والحمد لله يعني بصفتنا جمعية تنشط بصفة يومية بجمع ما يقدر 1,557,000,000 في مدة لم تتجاوز 4 أيام، من أجل اقتناء مكثفات الأكسجين لمدينة صدراتة بمستشفى هواري بومدين. الحمد لله وجدنا صدى كبير من ناحية المحسنين لمدينة صدراتة، كل نساء ورجال وأطفال ساهموا بقدر الإمكان، الموجودين على مستوى بلدية صدراتة وخارجها على المجهودات الجبارة التي قاموا بها لاقتناء مكثف تبريد الأكسجين لمستشفى هواري بومدين ببلدية صدراتة. الحمد لله راهي ساهم فيها جميع السكان بدون استثناء، سواء كانوا أعضاء أو خارج أعضاء الجمعية. القاطنين بالمهجر الجميع ساهم بما يملك وبما يستطيع في هذه الحملة التضامنية اللي شفنا بها أروع صور التضامن والتكافل اللي عودنا عليها المجتمع الجزائري وأبناء هذه المدينة.